بيستاهل كل شيء. إيه بس مو لدرجة إنك تحطي سرة مغشوشة وتكتبي اسمه عليها وتحطيها ببيت أخوه. لو بيصحيني أشرب من دمه لهالواطي ما بقصر. لك قليلة شو عامل فيني؟ لك نهبني ما خلى حيلتي شيء. طيب هلا شو ناوية تعملي؟ شو ناوية أعمل؟ إيه بدي أتطلق مني عشان أتجوز أنا وياك. بس نتجوز رح أعطيك كم قرش اللي خبيته عشان أنت تعمل شغل أكبر وأحلى اللي بقى لك تؤمر. مين إلي غيرك أنا؟ هديتي؟ يا روح هديتي. أنا حخفف جيات هالكم يوم. ليش حبيبي؟ لك هلا شبه بطيخ صلوا يومين ضايش قوي يضوج. تكي ابن عمي جارتنا من عماد عندي. تفضلي 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 من عماد. بعيديها ايه بعيديها. ها الله معك. أهلين وسهلين ابن عمي وتاج راسي. شبك تقبرني؟ مش ومجعوس؟ ما في شي بس راسي عم يجعني. سلامة قلبي. عامل لك بابونة يانسون يهديك تقبرني. بدي نام. لا تفيقيني. تركيني فيه لحالي. بأمر عيونك. كل ده عشان زمردة؟ الخان واقف على شغله وعشمي فيك انك ترجحها هنا. انت جايب الثقة دي منين؟ متعشمة في حضرتك يا عزمي باشا. بتطبخي لإيه انت وزمردة؟ هنكون بنطبخ لإيه يعني؟ أعوذ بالله. عزمي باشا أنا خفت منك لما أنت دخلت الخان. أنا ماليش دعوة بأي حاجة والله. أنا بس ضحية أمر الله يكحمها مطرح ما راحت. أنا من ساعة ما استلمت الخان والله أنا فهمه مشاكل ملهاش أول من آخر ومليش غيرك يحميني. أحميكي من مين؟ من بيت رسلان. ما أنت طلعت قليلة الأصل مع هاشم. أبدا والله هاشم ده واحد مجنون. هو ملوش في الخان ولا له في اي حاجه في الدنيا وعايز يمشيني على مزاجه وانا مش قادره اكون زي ما هو عايز. ابقى انا كده قليله الاصل؟ طيب هنعمل ايه في زمردة؟ حركه حلوه منك انك تجيلي مخصوص عشان اطلع زمردة مع ان انا وانتي عارفين كويس انت بتكرهيها قد ايه. بس حركة حلوة قدام البنات. طب امتى بقى حضرتك تنورنا وتشرفنا في الخان؟ اعمل لك عزومة كده تليق بمقامك. لو نويت هقولك.